هذه قصة عن العلاقات الغريبة التي كونت هذا العالم المذهل الذي نناضل الآن لجعله عالماً أفضل. 6 ملايين سنة والكوكب يتعرض لمختلف التحديات، ولازلنا هنا صامدون. إنه التحدي الذي شكلنا، وهذه حكايتنا. عالم أخضر. في 2010 خواكين غارسيا أتم 20 عام في عمله في مصلحة المياه الإسبانية الذي كان مخلصاً فيه لأبعد حد. قررت الحكومة تكريم خواكين لإخلاصه وتفانيه في العمل. تم استدعاء خواكين لتسليمه درع التكريم، وإذ بخواكين ليس موجوداً ولم يره أحد منذ 6 سنوات في مقر عمله. أين ذهب خواكين؟ عمدة مدريد المكلف بتسليم التكريم أو الدرع سأل مدير المصلحة التي يعمل بها خواكين: أين ذهب خواكين؟ خواكين كان يعمل مشرفاً على محطة مياه، وبالتأكيد أن اختفى سيثير هذا تعطلاً في العمل وتساؤلات ومشاكل عديدة، ولكن لم يحدث من هذا شيء في غياب الرجل الذي دام 6 سنوات. وبعد بحث طويل وجدوا خواكين. تبين أن الرجل لم يكن يحضر إلى مقر عمله بانتظام وكان يغيب كثيراً. حول الأمر إلى المحكمة التي حكمت على خواكين بغرامة 27,000 يورو، أي راتبه السنوي. السؤال: هل من المعقول أن أحداً لم يلحظ غياب هذا الرجل عن مقر عمله؟ هل هذا يعني أن خواكين كان يعمل في وظيفة ليس لها أي ضرورة؟ وأن حضوره لا يفرق كثيراً عن عدم حضوره؟ مثلاً وظيفة الرجل الذي يضغط على زر المصعد، أو الموظف الذي يضغط على جهاز الأرقام في أي دائرة تحوي نظام لدخول المراجعين، أو موظف مواقف السيارات الذي يعطيك القطعة البلاستيكية الدائرية التي إن أضعتها لن تستطيع الخروج من الموقف، أو الموظف الذي يوصلك لكرسيك في السينما. أنا لا أزدري هذه الوظائف بالطبع، ولا الذين يعملون بها أبداً، ولكني أتحدث عن طبيعة العمل أو الوظيفة بحد ذاتها. هل هي ذات نفع للعالم حولنا أم لا؟ السؤال هو: هل أحسست يوماً أن وظيفتك بلا نفع؟ هل أنت غيبت يوم عن حضورك إلى مقر عملك سيشعر العالم بالفرق؟ طبقاً لديفيد غرابر أستاذ الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان، فإنه بالنسبة لعدد القوى العاملة الكبيرة في العالم، الإجابة ستكون نعم، عملي بلا نفع. في 2005 كتب غرابر مقال قال فيه أنه على الرغم من توقعات قلة ساعات العمل في نهاية القرن العشرين ووصولها بالمتوسط إلى 15 ساعة في الأسبوع بسبب التطور التكنولوجي في الزراعة والصناعة، نلاحظ أن هذا لم يحدث في مجال الأعمال الخدمية، بل على العكس تضاعف بشكل قياسي. التضخم في الوظائف الخدمية أدى إلى ظهور ما يسمى بوظائف بلا نفع. نال المقال شهرة واسعة، وحتى شركة تدعى يوغوف تعنى بتحليل البيانات والدراسات الإحصائية على عمل استطلاع رأي يتكون من سؤال واحد: هل تحس أن عملك يقدم إسهام في مسيرة الحضارة البشرية؟ وهنا جاءت المفاجأة. 37% كانت إجاباتهم بالنفي، عملهم لا يقدم شيئاً للعالم. 50% قالوا أن عملهم مهم. على الرغم من قلة نسبة الأشخاص الذين أجابوا بالنفي، إلا أنها نسبة كبيرة نوعاً ما. عام 2018 كتب غرابر كتاب كامل بعنوان وظائف بلا نفع، قام بتصنيف الوظائف التي يرى أنها بلا نفع
مثل موظفة الاستقبال في الشركات الصغيرة التي تقوم بالرد على الهاتف الذي لا يرن كثيراً، المساعدون الشخصيون للمدراء الكبار. وأثناء ذلك عام الأمن بعث رسالة لجرابر أن وظيفته هي حراسة غرفة فارغة في متحف. هل كل الوظائف الصغيرة بلا نفع؟ مثلاً نائب مدير الجامعة للشؤون الاستراتيجية في إحدى الجامعات، يتلخص عمله في وضع استراتيجية لعمل الجامعة، ولكنه لا يملك أي سلطة أو ميزانية لتنفيذها، وهذا ما يجعلها مجرد حبر على ورق. يقول جرابر أن هذا ما يسمى قياس أداء الموظفين، وهذا ما يتسبب في تغيير كبير في هيكلة التوظيف، أي بدل الحاجة إلى المركزية في الإدارة، تغيير ذلك الشيء إلى وجود كادر إداري يعمل دائماً على مراقبة أداء الموظفين وقياس الكفاءة لضمان أكبر إنتاج. ولكي نقيس الكفاءة علينا أن نقوم بملء ورقات كثيرة واستبيانات أكثر، مثلاً وظيفة كالتدريس ارتبط بها ملء ورقات كثيرة ترتبط بقياس الكفاءة والإنتاجية، مما أثر على جوهر مهنة التدريس، وهذا بالتأكيد شيء خطير جداً. موظفون كثر يجلسون على مكاتبهم وهم يعلمون أن وظيفتهم بلا أي نفع، ولكنهم يستمرون في أدائها لأنهم حريصون على كسب ما نسميه لقمة العيش. طبقاً لنظرية تدعي أن الإنسان كائن مادي يحاول تحقيق أعلى ربح بأقل تكلفة، فإن الوظائف التي تعتبر بلا نفع هي شيء رائع جداً، أي مال سهل كما يقال. يرد جرابر أن أغلب البشر إن أحسوا أن عملهم بلا نفع قد يتعرضون لمشاكل وانتكاسات نفسية. في 1901 عالم النفس الألماني كارل جروس اكتشف أن الطفل حديث الولادة يحس بسعادة غير طبيعية حين يكتشف أن له تأثير على عالمه المحيط، حتى لو كان تأثيراً بسيطاً ولكن ليس له نفع. وإلا فلماذا يضحك الطفل حين يضغط على زر لعبة فتحدث صوتاً ويستمر بإعادة هذه الحركة مراراً وتكراراً ويضحك أكثر؟ يقول جروس أن سر سعادة الطفل في اكتشافه أنه هو من جعل الصوت يصدر عن اللعبة، وهنا تكمن متعته الحقيقية، متعة أن تكون سبباً في حدوث شيء ما حتى وإن كان بلا نفع. تخيل أن الطفل يضغط على الزر ولا تصدر اللعبة أي صوت، سيتحول فرح الطفل أو متعته إلى رغبة بالانعزال والعنف والغضب الشديدين. لذلك فإن الوظائف بلا نفع هي نوع من تحقيق الذات ولو بشكل وهمي، والقضاء على البطالة وعدم العمل في المجتمع، لأن شعور الشخص بلا عمل وبالتالي بلا نفع يكرس أحاسيس عدم الأهمية بل وعدم الآدمية أيضاً، وهو ما يسمى الصدمة الناتجة عن فشل التأثير في علم النفس الحديث. فلماذا يجب على البشر تجربة ألعاب تنافسية بين بعضهم حتى وإن كانوا يعرفون أن الفوز أو الخسارة بلا أي عائد وبلا أي معنى بالنسبة لهم؟ ولماذا يعمل المساجين في المطبخ أو التنظيف أو تكسير الحجارة؟ المتعة تكمن في التأثير على العالم حولنا حتى وإن كان تأثيراً وهمياً. في النهاية جرابر يضع حل الوظائف بلا نفع، وهو حل يؤيده عمالقة الأعمال في العالم مثل مارك زوكربيرغ مالك فيسبوك وبيل غيتس مالك مايكروسوفت، وهو أن يحصل كل مواطن على راتب نقدي بسيط من الحكومة بالإضافة إلى راتبه الأصلي من وظيفته، شكل من أشكال التضامن الاجتماعي الموجود على أرض دولتنا الحبيبة، فلن يضطر أحد إلى العمل في وظائف لا نفع منها، وهذا كله في سبيل تقدير القيمة المعنوية للعمل وليس القيمة المادية فقط. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.